القمح يمكن المحصول الوحيد، وده غريبه شويه. اللي هو محتاج درجة الحرارة لا منخفضة عشان خالص، التفريغ. المحصول الملتزم بميعاد الزراعه بتاعه من ايام القدماء المصريين. اه يعني هطور ابو الدهب المنطور، يعني ان انا ابدر القمح او ازرعه في هطور. فهطور. هطور بيبدا من 10 نوفمبر او 11 نوفمبر حتى 11 ديسمبر تقريبا الفتره دي كده. اللي زرع بدري عن 11 نوفمبر حصل مشكله الطرد المبكر، واللي زرع بعد 12 لسه ما حصلش مشكله، بس لو جت موجات حاره هيبتدي يحصل مشكله بالاصابه بالامراض، وبان الطول اللبني او الضغط او الطول العجيني يجي في فتره حراره عاليه يحصل المشاكل بتاع كل سنه. فده غريبه شويه، يعني كان القمح ده هو اساس الزراعه في مصر، هو عنوان الزراعه في مصر، اللي هو المحصول الوحيد فعلا اللي ماسك في ميعاد الزراعه بتاعه، مهما يحصل تغيرات مناخيه شمال او يمين انسب ميعاد هو الميعاد المشمول في الامثال القبطيه القديمه اللي هو هطور ابو الدهب المنطور. فاللي زرع بدري ايه اللي حصل؟ اللي زرع بدري القمح خد احتياجاته الحراريه بدري، لان الصيف توغل في الخريف، خده طرد بدري وخس اول الشتاء، فخد احتياجاته الحراريه فتجاوز المراحل، فدخل في مرحله طرد مبكر. بالزبط. الناس بتقول لك وايه المشكله ده، طالما القمح سامبل انت زعلان ليه؟ لا، المشكله ان هيسامبل في فتره شديده البروده ليلا، هيحصل مشكله في الاخصاب، مشكله في العقد، مشكله في تكوين الحبه. المشكله الكبيره اللي مش واخدين بالهم منها، ودي مشكله مالهاش علاقه بالمناخ قوي، ان لو في غط قمح طرد البدري وطلعت سنابل العصافير بتاكلها. يعني لان هي هو الوحيد اللي موجود، هو الوحيد الموجود. يعني دي من ضمن المشاكل الموجوده. فالالتزام بميعاد الزراعه بتاع القمح بالتحديد انا من وجهه نظري اهم بكتير جدا من حاجات كتيره من بقيه العمليات.